توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق مع لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد يقضي بتوليه مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للمقال غراهام بوتر. وستكون مواجهة فريقه القابع بالمركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي وولفرهامبتون بمثابة الاختبار الأول له كمدير فني للبلوز قبل اللقاء المصيري الذي سيجمعهم ببطل أوروبا ريال مدريد في ربع نهائي تشامبيونز ليغ. وسبق للمدرب ذو 44 ربعا أن قاد فريق تشيلسي في فترة سابقة مساهما في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ليقال من منصبه عام 2021. ويطمح الهداف التاريخي للبلوز أن ينجح في فترته هاته مع النادي كمدرب وأن يعيده إلى مستواه القوي الذي فقده منذ رحيل المدرب الألماني توماس توخيل.